الحقيقة ان بطولة قاضية هي فكرة جديدة في مصر كانتش موجودة كتير بالمستوى ده، واحنا حاولنا ان احنا نطبق مفهوم الـMMA العالمي بحيث ان احنا نبتدي من مصر وننتشر دوليا بعد كده. والحقيقة لقينا انه بمساعدة طلعت جروب، مجموعة طلعت مصطفى، قدرنا ان احنا نكبر البطولة، وعزمنا لعيبة كتير من الخارج، وطبعا زي ما انت شايف في تغطية اعلامية وفي تغطية كمان على الارض ومساعدات كبيرة من ناحيتهم، هتخلي الموضوع اكبر بكتير، وان شاء الله هيبقى فيه يعني البطولة دي هتبقى ناجحة، والبطولات اللي جاية كمان انجح ان شاء الله. هل شايف حضرتك ان الرياضة دي ممكن تنجح في مصر؟ الرياضة دي اوريدي ناجحة في مصر في الاكاديميات وبين الشباب اللي هو من 18 ل 27، يعني منتشرة جدا في اكاديميات كتير، وفي افلام كمان ابتدت تتعمل عنها، مش عايز اقول اسماء الافلام، بس في افلام كتيرة ابتدت يعني مقاتلي او لاعبي الـMMA ابتدوا يعملوا افلام، وبتظهر في يعني هتظهر في العيد اللي جاي وفي اوقات تانية قريبا. يعني هل هيشاركوا في اللاعبين اللي هيشاركوا في البطوله بكره يعني عرب بس، في حد مثلا ليه جنسيه تاني؟ في عندنا واحد من البرازيل، في عندنا واحد من الهند، في عندنا من باكستان، العراق، المغرب، الجزائر، الاردن، بنت من الاردن، يعني هي اللعبه للبنات والبولاد، ففي عندنا مشتركه مشتركه. شكرا. مش شكرا.